شايفين المطرية يا جماعة كانت عاملة ازاي؟ هي دي المطرية، واللي رسم الشكل القمر اللي احنا شايفينه قصادنا ده هو فنان كوري، وهو تخيل شكل منطقة المطرية لما جت فيها ستنا مريم واستظلت تحت الشجرة دي وهي قريبة من المسلة زي ما احنا شايفين، وده كمان بير مية جنب الشجرة، وكلها حاجات موجودة لغاية النهاردة وهنشوفها دلوقتي. وكانت المطرية من المناطق اللي قعدت فيها ستنا مريم في رحلة هروبهم من الملك هيرودوس اللي كان عاوز يقتل سيدنا عيسى. فلما حست العائلة المقدسة بقرب رجال هيرودوس منهم استخبوا تحت الشجرة، فانحنت عليهم الشجرة واخفتهم عن عيون جنود هيرودوس. المكان اللي انا فيه دلوقتي هنا ده البير اللي شربت منه ستنا مريم وغسلت فيه ثياب سيدنا عيسى. المؤرخ المقريزي بيقول ان ستنا مريم لما جت هنا غسلت ملابس سيدنا عيسى من مية البير ورشت باقي المية حوالين المكان، فطلع نبات البلسان وكان بيستخرج منه عطر البلسم. بصوا بقى، دي شجرة مريم اللي العائلة المقدسة استظلت بيها من عيون جنود هيرودوس، والشجرة عايشة لغاية النهاردة. واللي بتشوفوه دلوقتي من الشجرة 3 أجيال، لأن الشجرة الأصلية لما ضعفت ووقعت سنة 1656 ميلاديا خدوا منها فرع وزرعوا، وتكررت العملية تاني من حوالي 100 سنة. ده البير الأول وده الثاني وده الثاني. الشجرة عمرها أكتر من 2000 سنة ولسه لغاية دلوقتي بينزل منها الجنيز. في أيام معركة عين شمس بين جيش الحملة الفرنسية والجيش العثماني، جه عند الشجرة فرنسيين وحفروا أساميهم على الشجرة بسيوفهم، ولحد النهاردة الأسامي دي موجودة ومحفورة. بصوا كده، بصوا كده معايا، هنا لما جت الحملة الفرنسية بعض من الجنود اللي كانوا باقيين من الحملة كتبوا أساميهم بسيوفهم على الشجرة، ولحد دلوقتي لسه الاسامي مكتوبه وواضحه. شايفين؟ لسه كمان في تحت. وفي القاعه دي خريطه وصور بالاماكن اللي اقامت فيها العائله المقدسه في مصر. طلعت بعد كده بقى على مسلة سنوسرت اللي بتعتبر أقدم مسلة موجودة في مصر، وده نفس مكانها اللي اتعملت فيه من حوالي 4000 سنة. يا نهار أبيض يا جماعة، ارتفاع 20 متر ووزنها 121 طن. انتوا متخيلين؟ متخيلين الارتفاع والوزن عامل ازاي؟ بصوا كده معايا. وكانت المطرية اللي اسمها مدينة أون أيام الفراعنة مركز ديني لعبادة إله الشمس آتون رع، وكان اعتقاد المصريين القدماء إن رع هو أصل الحياة وخالق البشر. شايفين بقى الكتابة الهيروغليفية؟ عظمة عظمة. ده تابوت من الحجر الجيري، والغطا بتاعه مكتوب عليه بالكتابة الهيروغليفية، وطبعا التاريخ ده للأسرة اللي كانت الحاكمة اللي هي الأسرة 26 في العصر المتأخر، وكان المكان العثور عليه المطرية. وكده خلص فيديو النهاردة، بس لسه في حكايات تانية كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير واستنوني في حكاية جديدة.